بالنسبة للفيلم، الفيلم المصري الوحيد زي ما انت قلتي اللي مشارك كمان احمد عبد الله، الاستاذ احمد عبد الله المخرج، الاستاذ سيد رجب بطل الفيلم. فكرة القطط والحيوانات والكائنات دي وانا اصلا بحبهم جدا قوي 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 قوي. عندك مربيات؟ مش بقى ما يعني انا وماما ما بنقدرش نربي جوه البيت عشان الحساسية وكده، ومامتي تعبانة شوية، بس هم منتشرين لان احنا بنحط لهم مية وحاجات على البيبان بره فمالين الجناين بقى والجو ده. الناس بشكل عام ساعات، هو على فكره الناس بتحب الحيوانات برضو، خدي بالك، واحنا في مصر بالذات عندنا بالفطره بنحب الحيوانات، بس هو ساعات في فتره كورونا وفي قبلها بشويه وبعدها بشويه يعني سلوك الناس شويه اتغير مع الحيوانات، زائد معلومات غلط ان الكلاب غلط. ما الكلاب لو ماتت هي بتاكل حاجات بتحمينا احنا منها، يعني لو الكلاب كلها انتهت من ربنا ما خلقش كلاب ما هيبقى في كائنات بقى غلط علينا. فلا، ما دي معلومات مغلوطة. عشان كده يعني لذيذ ان احنا نعمل افلام، نتكلم في برامج، نتناقش في فكرة انه الحيوانات ليه مهمة، مفيدة للبني ادم كمان ان هو يبقى عنده حيوان اليف ليه، ده كويس مش وحش يعني. وحاولت قد ما اقدر، ومشكورين طبعا زمايلي يعني انه النهاردة لو فاضي، والحمد لله كان فاضي، ان انا ابقى موجودة، لانه ده الفيلم المصري مشارك في المسابقة الرسمية. كمان زي ما بيقولوا انا متحمسة اتفرج عليه مع الجمهور، مع الناس في السينما. يعني دي تفاصيل كتير بصراحة انا شايفة انه المفروض ما نفوتهاش. المبسوطة والله طبعا اكيد رد فعل الناس بيبقى في حد ذاته جايزة، يعني ان الناس خارجة مبسوطة والناس خارجة حاسة بالحيوانات ومتأثرة بالحيوانات، وانه ممكن يغيروا طريقة تفكيرهم او طريقة تعاملهم مع الحيوانات. دي ممكن تبقى اكتر حاجة حاسة انها ممكن تبقى حصلت بعد الفيلم. مفيش حاجة اسمها كده، الفيلم الحلو الناس بتشوف، الفيلم اللي مش حلو والناس ما بتشوفوش. مش ما بحبش فكرة ان الناس تقول ده فيلم مهرجانات او ده فيلم تجاري، ملهاش علاقة، احنا اللي صنفنا ده. والله الاستاذ ده تساله، يعني السؤال ده تساله الاستاذ احمد عبد الله، هو اكيد عارف ان هو اللي الف الفيلم، هو اللي اخرجه، انا ما اعرفش ليه 19 بيه عشان ده رقم العماره فيلا قصدي. كل الحيوانات، كل الحيوانات مفضله، بحب الكلاب، بحب القطط، بحب الطيور، بحب كل الحيوانات. وانا عندي حيوانات كتير قوي فمش هقدر احتفظ بحيوانات تاني، بس كنا يعني كنا على طول هم معانا في اللوكيشن، كانهم يعني خدوا علينا وخدنا عليهم. الحمد لله الفيلم بالنسبه لي كمشاهد بعيدا عن ان انا مشارك فيه، لا الفيلم ممتع، الفيلم فيه ابعاد انسانيه مهمه قوي، او انا حاسس ان هي فيها رسائل مهمه قوي، فكره عدم الحكم على الاخر بناء على اللي انا فاكر ان انا عارفه، لان اغلب الوقت الصوره بالنسبه لنا ما بتبقاش كامله، يعني ممكن اشوفه من بره فابتدي احكم عليه بناء على حاجات البسيطه قوي اللي انا شايفها، بس الثقه ان اكيد عنده ابعاد اكتر، أين مكان هو، مين اللي قدامي، أكتر من اللي أنا شايفها، أكتر من اللي أنا متخيلها. ففكرة الحكم وإسقاط الحكم والتعامل على أساسه دي مدمرة، تمام، وللأسف دي بقت كتير قوي الفترة دي، بسبب أو جزء منها بسبب السوشيال ميديا، وبسبب إن إحنا بقى عادي نرمي على أي حد أي كلام وخلاص، من غير ما نبقى عارفينه بجد، من غير ما نبقى عارفين الكلام ده يأثر عليه إزاي. فلا الفيلم بسطت الحمد لله بالفرج عليه، وبسطت قوي إن أنا مشارك فيه. صعوبة لان الحيوانات صعبة جدا انك تعملي عليها كنترول، يعني كانت مرهقة وتشالنجينج. بنجري ورا بنجري ورا ونستنى، يعني نجري ورا قطط، نجري ورا كلاب، نستناهم لما يبقوا جاهزين. بس عايزة اقولك في الاخر الموضوع كان لطيف جدا، لان هما كانوا ابتدوا ياخدوا علينا قوي ويتعاملوا على اننا يعني احنا العيلة والبيت وكده بجد، يعني فيه وفيه. والحقيقة اللي من الشارع في منهم تم تبنيهم بقى من ناس من جوه الفيلم، فدي يعني انتهت نهاية الحمد لله، يعني عشنا معاهم بقى وعايشوا معانا. في منهم كان مدربين، في كلب منهم كان مدرب. الكلاب البلدي من اصعب الكلاب بتاعي ان هي تتدرب، فبرضه ما كانتش حاجه سهله قوي، بس لا كان معانا كلب بلدي مدرب ومعاه الكاب ترينر يعني معاه، وكانوا طبعا هم المسؤولين تماما على الموضوع ده، يعني فكان فيه وفيه يعني. طيب. لانه مش احنا اللي بنبقى كمان مسؤولين عن ده، يعني في ناس مسؤوله عن الحيوانات، يعني ما دي حاجه مهمه جدا، لان السيفتي بتاعت الكاست والكرو والحيوانات اكيد دي الاولويه. لا طبعا كان معانا الناس المسؤوله عن الكلاب، وهم احنا على صله ب يعني المكان اللي بنتعامل معاه عنده الدكتور بتاعه. وكمان هو الحمد لله احنا معظمنا بالصدفه عنده حيوانات، فكلنا عندنا
يعني فكره اكسس يعني لل يعني لو في حاجه نعمل ايه. انا واحد بحب الحيوانات جدا وبعني جدا بحيوانات الشارع، والحقيقه كل الناس اللي اشتغلت في هذا الفيلم بلا استثناء سواء الناس اللي ورا الكاميرا او قدام الكاميرا احنا اخترناهم بشرط ان هم يكونوا ناس بتحب حيوانات الشارع ومتعوده عليها وبتعرف تتعامل معاها، لان احنا اشتغلنا مع 14 كلب وقطه في الفيلم دوت علشان نطلع بالشكل اللي احنا شفناه اللي هنشوفه يعني. فده شاغل اساسي بالنسبه لي وشاغل اساسي عند كل فريق العمل، واحنا حاولنا قدر الامكان ان احنا نشتغل مع ممثلين بيحبوا الحيوانات، وده جزء وده كان اختياري الاساسي يعني. كنت لما قبل اي ممثل او حتى اي حد من فريق العمل يعني حد من فريق التصوير بقعد معاهم خير يا جماعه بتحبوا الحيوانات ولا لا، ده البدايه، لو لقيتهم بيحبوا الحيوانات بنشتغل، لانه في ناس ما بتحبش، في ناس متعوده مش متعوده تتعامل مع قطه مع كلب ما بتعرفش تعمل ده. انا لما بلاقي حد كده ما بقدرش اشتغل معاه في الفيلم.